صباح الخير عليكم مشاهدي قناة شوف تي في، واهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف ما عودناكم فكنحاولوا اننا نقربكم من الاجواء مباشرة من شوارع كازا او مباشرة من جل انحاء المملكة. كنحاولوا نقربكم اكثر من الاجواء هنا. كيف ما كتشاهدوا معنا فلحنا يوم الاثنين بداية الاسبوع، والليلة ليل 27 من رمضان، يوم 27 من رمضان. فهاد الليلة خاصة كيف ما كتعرفوا جميع ان الاكثار من الصلاة، الاكثار من الاستغفار، الاكثار عموما الشهاد، الشهاد في الدين خاص هاد الليلة هذه بالذات. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ليلة القدر خير من ألف شهر. فنتمنى ان شاء الله هاد الليلة تدوز بخير وعلى خير، وقضيوها كما يجب ان قضيوها باكثر كيف ما قلت لكم في الشهاد في الدين. كما ذكرت لكم مشاهدينا الكرام، صباحة يوم الاثنين ليلة 27 من رمضان، في يوم 26 من رمضان 23، كل نهار كنقربكم اكثر من الاجواء. في اليوم شوارع كازا بالضبط نقدر نقولوا مقسمه الى قسمين، فالاحياء الشعبيه نيخاويه ركود، اجواء هادئه وهادئه وهادئه. وسط المدينه العكس تماما، فالدنيا عامره. خلي يوم اثنين الصباح الناس غادي للخدمه، الناس غادي المقر العمل ديالهم، الناس غادي للدراسه ديالهم كذلك. فان اليوم الاثنين فهو يوم دراسه يوم عمل، فالدنيا عامره، الناس خارجين يقضيو الاغراض ديالهم. كيف ما كتشاهدوا معنا، كيف ما ذكرت لكم داكشي مقاسم، الاحياء الشعبيه ماشي هما وسط المدينه، فوسط المدينه عامر، الشوارع ديال المدينه عامرين، الناس غادي للخدمه. فالله يسر الجميع وطريق السلامه للجميع. كم في 27 اللي كيكون في واحد الرواش تبارك الله اللي كبير، اللي كيكون فيها تبارك الله واحد حركيه كبيره، خصوصا في العشيه. في الصباح شوارع كازا كنحاولوا نقربكم من شنو واقع فيها. وسط المدينه الدنيا عامره، كاين تبارك الله حركيه، الناس غادي للعمل ديالها، الناس غادا الخدمة ديالها. الله يستر لها، الله يسهل على الجميع وطرق السلامة للجميع. أما شوارع الأحياء الشعبية في الدنيا خاوية، هدوء في الأحياء الشعبية صباحة يوم الاثنين ليلة 27 من رمضان. مشاهدي قناة شوف تيفي، كيف ما كنعرفوا فاليوم قدر أنه يصادف ليلة القدر، يجب علينا الشهاد في الدين أكثر من الصلاة، أكثر كذلك من الأدعية، خصوصا الاستغفار. نطلب الله سبحانه وتعالى داك الشيء اللي بغينا، ونتمنى إن شاء الله أن إن شاء الله أن تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتستجب دعائنا بإذن الله، فإن الله غفور رحيم. مشاهدينا الكرام، كل ما أذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن ليلة القدر خير من ألف شهر. اليوم قدر انه يصادف ليلة القدر، فهذه الاجواء لل 27 مشاهدينا الكرام من رمضان يوم الاثنين.